النهارده جماهير الكره المصريه بتنتظر مباريات العوده ما بين الاهلي مع جورماهيا الكيني في دوري ابطال افريقيا. كمان هيكون في مباراه ثانيه لنادي بيراميدز مع نادي الجيش الرواندي. تفاصيل كتير عايزين نتعرف عليها عن هذه المباريات، ازاي هيتعامل مدربين الانديه المصريه مع هذه المباريات. يا بسنت، نعرف تفاصيل عن المباراتين من ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو الاستاذ محمد يحيى، الناقد الرياضي ومساعد رئيس تحرير جريده الوطن. صباح الخير عليك واهلا بيك. صباح الخير. ازيك؟ صباح الخير عليك. صباح الفل. يعني في البدايه كده، جماهير الاهلي وبيراميدز في انتظار ايه؟ والله يعني نتمنى التاهل بالنسبه لبيراميدز. الاهلي بنسبه كبيره خلاص ضمن التاهل. الاهلي فايز 3-0 على جورماهيا الكيني، ومنافس متواضع بالنسبه لامكانيات واسم النادي الاهلي. بيراميدز هو اللي واجه فريق صعب، الجيش الرواندي فريق فاجئ بيراميدز، وكان مفاجاه بالنسبه لنا الاداء اللي قدمه. قدر ان هو يرجع بتعادل 1-1. يمكن بيراميدز كان الاخطر، والهدف حتى اللي سجله فريق الجيش الرواندي سجله محمد الشيبي بالخطا في مرماه. فطبعا بيراميدز بنتمنى له ان هو يقدر يعوض مباراه النهارده الفوز باي نتيجه او حتى التعادل السلبي في مصلحه بيراميدز. طبعا النادي الاهلي 3-0 يعتبر نتيجه محسومه، ان شاء الله يقدر ان هو يكمل الاحتفاليه النهارده بالفوز الكبير، يبقى فوز ريكورد على جورماهيا، ويكمل احتفاليته بالفوز ببطوله الدوري زي ما اتفق مع الاتحاد الافريقي. طيب، زي ما انت ذكرت دلوقتي ان النادي الاهلي يعتبر خلاص ضمن الموضوع بالفوز 3-0، مباراه العوده هيكون شكلها عامل ازاي؟ كولر هيلعب ازاي؟ الخطه بتاعته، اللعيبه اللي هيعتمد عليها، هل مثلا هيريح اللعيبه الاساسيه بما انه خلاص ضامن الفوز؟ بص، خليني اقول لك ان الاهلي ما عندوش لعيب اساسي ولعيب احتياطي. الاهلي فريق قوي، يعني اللي بيبدا بالتشكيله اقصد يعني. لا، هو طبيعي ان هو هيبدا بالتشكيله الاساسيه، لان هو الحسابات بتاعته اعتقد هتكون مرتبطه بمباراه السوبر الاسبوع الجاي مع نادي الزمالك. تمام. السوبر الافريقي اللي هتكون في الرياض، فهيكون بيجهز لعيبته. خلي بالك احنا في فتره بدايه موسم، فهو محتاج يرجع اللعيبه للفورمه الفنيه، ودي مش هتيجي غير بالمباريات. ومفيش فرصه احسن من ان هو بيلعب مباراه رسميه وسط حضور جماهيري كبير. فطبعا الجماهير دي جايه عشان تحتفل مع لاعبتها بالفوز، وبالفوز ببطوله الدوري، يعني احتفالين مع بعض. فبالتالي لا، كولر مش هيبقى عنده اوبشن ان هو يغير كتير، هيبقى عايز يلاعب اللعيبه اللي هيعتمد عليها بشكل اكبر في المباراه اللي جايه. كمان خصوصا ان الميزه اللي عنده ان لعيبته كلها اتسجلت في القائمتين، القائمه الافريقيه والقائمه المحليه وقائمه السوبر. فبالتالي عنده المساحه، غير مثلا لو اتكلمت على الزمالك اللي هو المنافس في الماتش بتاع السوبر، ما كانش عنده القدره دي لانه سجل لعيبته متاخر، فما لعبوش ماتشات الدور التمهيدي في بطوله الكونفدراليه، اللي هم طبعا مشلاك وعمر فرج ومحمود بنتايج ومحمد حمدي. اللعبه دي ما قدرتش تلعب مع الزمالك، ولعب بنفس تشكيله اللي لعب بيه الموسم اللي فات. فعشان كده الفرصه مختلفه عند كولر. طبعا عنده للاسف اصابه اشرف داري ممكن تمنعه من ان هو يبقى موجود في مباراه النهارده، ولكن شفنا يحيى عطيه الله شارك في مباراه الذهاب. صحيح. وممكن تشوفه برده النهارده هيعمل ايه. يعني هنشوف كولر هيعتمد بشكل اساسي على التشكيله الرئيسيه اللي بيلعب بيها دايما، عشان مباراه جورماهيا دي هي اخر اعداد بالنسبه له قبل السفر للسعوديه. طب الغيابات ايه تاني يعني غير اشرف؟ ايه الغيابات اللي ممكن الاهلي، يعني انا عارفه انه مش هيبقى في تاثير سلبي عليها، لكن الغيابات اللي هتبقى موجوده في الاهلي؟ بص، هو ما فيش غيابات كتير. يمكن وفقا لقرار كولر، يحيى عطيه الله كان المفروض محطوط له برنامج عشان يرجع من خلاله مش من الاصابه، لان هو لاحظ ان وزنه زايد شويه، فمحتاج ان هو يظبط موضوع وزنه. يحيى عطيه الله صفقه جديده جايه بالنسبه للنادي الاهلي، وجاي من فتره راحه طويله، لان الدوري هناك هو كان بيلعب في روسيا، فالدوري هناك منتهي من بدري، وده اللي خلاه خارج حسابات المنتخب المغربي في الفتره الاخيره بسبب ان فريقه موقف ماتشات بقاله فتره. فهو حاطط له برنامج، هل هيعتمد عليه النهارده او لا، وفقا هيبقى لقرار كولر. هو عنده بدلاء كتير في المكان ده، برضه ممكن يعتمد على عمر كمال عبد الواحد او يعتمد على كريم الدبيس. الاثنين اوبشنز موجودين، في ظل طبعا غياب علي معلول الطويل بسبب الاصابه في ووتر اكيلس من الموسم اللي فات. فده يمكن الغيابين الوحيدين اللي بالنسبه للنادي الاهلي، ولكن بقيه اللعيبه جاهزه، اللعيبه الاساسيه كلها جاهزه. امام عاشور موجود، حسين الشحات موجود، وسام ابو علي قلب الدفاع طبعا موجود، رامي ربيعه، وجنبه هيلعب ياسر ابراهيم، محمد الشناوي في حراسه المرمى، محمد هاني باك رايت. مفيش حد تاني يعتبر يعني غايب، يعني الفرقه الاساسيه كلها موجوده، مفيش حد تاني غايب غير اشرف ده.
الإداري واحتمالية غياب يحيى عطية الله للتجهيز البدني بس. تمام مفهوم. طيب ليه الأهلي هيستلم درع الدوري في هذه المباراة وإيه رأيك في الفكرة بشكل عام؟ والله الفكرة ممتازة يعني بصراحة، لأن فكرة أن تسليم درع الدوري في فندق مش حلوة ومش يعني ما تبقاش ممتعة، فكرة أن اللعيبة تحتفل مع جمهورها في أرض الملعب، في أرض الملعب هو ده الأمتع، هو ده الأحلى. الأهلي لقاها فرصة أنه هو كسبان جورماهيا 3-0 والعودة هنا هتبقى مباراة سهلة وهيقدر أنه هو يدخل جماهيره بشكل كبير. التأجيل كان بسبب أن لعيبة الأهلي ما كانتش موجودة وكولر نفسه ما كانش موجود من نهاية الموسم، إحنا هنا الموسم متأخر فعشان كده كولر خد أجازته بدري بعد ما أنهى الدوري، حسم بطولة الدوري وحسم كل منافساته، سافر بدري وساب آخر ماتشات للكابتن سامي قمصان. فالأهلي ما كانش عاوز يحتفل بالدرع في غياب المدير الفني وغياب بعض اللعيبة اللي حصلوا على راحة مبكرة بقى قبل نهاية مباريات الدوري، فعشان كده جات الفرصة مواتية. بصراحة الفكرة ممتازة. شفنا مبارح درع الدوري الجديد وصل لمصر، درع الدوري الجديد معمول في انجلترا اول مره هيتسلم النهارده للنادي الاهلي. شفنا الشركه المتحده مطلعاه في جوله في القاهره في شوارع القاهره، حاجه كانت مميزه جدا. ودرع شكله يليق بمسابقه الدوري المصري، تطوير الدرع اللي بقى له سنوات طويله محتاج ان هو يتطور، وهو لسه كمان يعني في اتحاد الكره بيوعدوا ان كاس مصر كمان هيتغير والكاس بتاع السوبر هيبقى فيه كاس ثابت، هيبقى شكلهم يليق او متواكب مع العصر اللي احنا عايشين فيه. زي ما شفنا درع الدوري امبارح جوله كانت ممتازه، لف في شوارع القاهره كلها، فكانت حاجه رائعه بصراحه. وان شاء الله يكتمل العرس النهارده بان الحفل يخرج بشكل كويس يليق بشكل الكره المصريه، لان المباراه مذاعه، الاهتمام بقى كبير ان قنوات عربيه شارت حقوق المباراه عشان تذاعها، فطبعا دي حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا ان تسويق منتج الدوري المصري بره مصر بشكل كويس، وطبعا اسم النادي الاهلي والمنافسه الكبيره اللي في الدوري المصري بتجذب عدد كبير جدا من الجماهير اللي موجوده في الوطن العربي كله مش في مصر بس. طبعا طب ايه خلينا نقول نقط الضعف عند جورماهيا، يعني ايه الحاجات اللي ممكن الاهلي النهارده يستغلها فيركز عليها؟ بص انا شايف ان خط الدفاع بتاع جورماهيا ساذج جدا بصراحه، يعني خصوصا ان في خلال دقيقه ونص الاهلي كان مسجل هدفين، المباراه تعتبر انتهت في دقيقتين. الاهلي سجل الهدف الاول رامي ربيعه، بعديها بدقيقتين بيرسي تاو نجح ان هو يسجل الهدف الثاني من دفاع يعني خط دفاع ساذج. حتى مدربهم نفسه اتكلم على الاخطاء، قال احنا خسرنا من الاهلي بسبب اخطائنا الشخصيه، فهم بصراحه مش شايف لهم نقطه قوه، بالعكس انا شايف ان الفريق كله نقاط ضعف. وزود على ده بقى ان المباراه هناك كانت بتتلعب الساعه 3 العصر، تتلعب في حضور جماهيري لفريق جورماهيا، وهم قالوا ان احنا بنعتمد على الساعه 3 العصر دي عشان نضعف الاهلي، لان هم عارفين ان هم متعودين مش متعودين على اللعب بالنهار وفي الجو الحر ده، فعشان كده هم لعبوا ده واتغلبوا 3-0. فالعكس بقى لما يجي يلعب هنا في القاهره وسط حضور جماهيري هو مش متوقعه في دور زي ده كمان، لكن طبعا موضوع الاحتفاليه وهيخلي الجمهور يروح بكثافه لملعب استاد القاهره النهارده. ان شاء الله الاهلي يقدر يحسم المباراه من بدري ويخلص ويعمل زي ما قلت سكور كبير عشان يبرهن كمان ويدي رساله لكل الفرق اللي جايه. على فكره الفرق اللي معاه في نفس المستوى اللي هم سان داونز والترجي كسبانين برضو فوز كبير في مباريات الذهاب في دوري ابطال افريقيا، وهيعملوا فوز برضو اكبر في مباريات العوده، فالاهلي لازم يبعث رساله ان هو جاهز من بدري وان لعبته كلها على مستوى الحدث وان هو جاي يدافع عن لقبه مره ثانيه، مش داخل البطوله مجرد خدت اللقب اللي فات. صح. لا انا لسه مكمل وما بشبعش من الالقاب كعاده النادي الاهلي يعني. طيب نروح للمباراه الثانيه بيراميدز والجيش الرواندي، توقعاتك للمباراه دي هيكون شكلها عامل ايه؟ اكيد المباراه هتبقى يعني عصبيه شويه لان بيراميدز محتاج ان هو يسجل هدف عشان يضمن المباراه، ولكن خبرات لعيبه بيراميدز الموجودين حاليا تسمح له ان هو يبقى عنده فرصه للتسجيل من بدري. يعني بنتكلم لو اوباما خد فرصه ان هو يشارك، اوباما واحد من اللعيبه المتمرسه في اللعب امام الفرق الافريقيه. عبد الرحمن مجدي شفناه، انا بتكلم عن الصفقات الجديده، عبد الرحمن مجدي شفناه المباراه اللي فاتت قدر ان هو يصنع الهدف اللي سجله بيراميدز. فيستون مايلي واحد من اللعيبه المميزه جدا وفايز بجائزه لاعب الشهر في نادي بيراميدز الشهر ده، واعتقد ان دي اوبشن بالنسبه له ممكن ان هو يديله دفعه كبيره في مباراه النهارده. فطبعا فريق بيراميدز عنده مجموعه من اللعيبه المميزه، عنده اللعيب الجاهز والبديل الجاهز، فده بيديله
ميزه اكتر من من فريق طبعا الجيش الرواندي اللي برضو رغم النتيجه ولكن برضو امكانياته مش كبيره قوي، ولكن النتيجه هي اللي مصعبه المباراه. المباراه اللي فاتت كان بيلعب على ارض وسط جمهور، والمباراه دي بيلعب في القاهره مش هيبقى فيه جمهور كتير، ولكن هيبقى فيه خبرات لعيبه بيراميدز هتلعب دور كبير. رمضان صبحي هيبقى موجود، فخر لقاي واحد من اللعيبه اللي قدمت مستويات مميزه الفتره اللي فاتت، فزي ما بقول لك هو عندهم وفر. مصطفى فتحي واحد من اللعيبه المهمه طبعا جدا بالنسبه لفريق بيراميدز والمنتخب مصر، فطبعا بيراميدز في واحد من الفرق اللي عنده سكواد قوي يخليه مرشح بقوه طبعا ان هو يتاهل. وعلى فكره ده كلام المدير الفني للجيش الرواندي اللي قال بيراميدز انا ما اقدرش ان انا احط نفسي في مقارنه مع بيراميدز لان هو من الفرق المرشحه للوصول لابعد نقطه في البطوله. انا بالنسبه لي اتظلمت ان انا بلاعب فريق زي بيراميدز في المرحله دي، لان الفرق دي المفروض ان هي ما تبداش من الدور التمهيدي، تبدا على طول من دور المجموعات. ده كلام المدير الفني لفريق الجيش الرواندي، بيقول يعني صعب ان انا العب قدام الفرق دي زي الاهلي وبيراميدز والترجي وصن داونز. الفرق دي مش المفروض تلعب من المرحله التمهيديه لان فيها الفرق مستوياتها او ضعيفه وامكانياتها ضعيفه، فعشان كده هو بيقول المفروض كانوا يلعبوا من مستويات. لكن بالرغم من ده النتائج ساعات يعني بتبقى خداعه طبعا الكره مفاجآت. مفاجآت في الكره متوقعه ولازم نعمل حسابها، عشان كده بقول لك بيراميدز لازم يعمل حساب المباراه كويس ولازم ينهي المباراه من بدري عشان يقدر ان هو يحجز بطاقته للتاهل لدور المجموعات بدري ان شاء الله. هل في نقاط ضعف واضحه لدى الجيش الرواندي؟ يعني يمكن ناحيه الباك رايت شويه ضعيفه ممكن يشتغلوا عليها. هنشوف هيدي مساحه لمصطفى فتحي او لي ورمضان صبحي يتحركوا ان هم ياخدوا مساحات اكبر. وخلي بالك ان طريقه لعب الجيش الرواندي هتختلف عن مباراه الذهاب. مباراه الذهاب كانوا بيهاجموا بشكل كبير، ولكن لما يجي يلعب في القاهره هنا طريقه اللعب ممكن تختلف، ممكن نلاقي يعتمد على الدفاع بشكل اكبر، هيعمل زحمه بشكل اكتر زي ما شفنا امبارح مباراه الزمالك والشرطه الكيني. الزمالك الفريق كان بيهاجم بشكل كبير في مباراه الذهاب، وجه هنا دافع قدام الزمالك بشكل اكبر وبيلعب على الهجمات المرتده، فشكل الفريق اختلف وحتى نجومه وشكلهم اختلف وطريقه لعبهم اختلفت. نفس الموضوع هيبقى بالنسبه للجيش الرواندي اللي ممكن بنسبه كبيره هيعتمد على دفاع المنطقه في مباراه النهارده، وهيكثف لعبته في منطقه وسط الملعب عشان يقفل على مفاتيح لعب بيراميدز الكتير جدا. ولكن ده اعتقد ان شاء الله يبقى ميزه بالنسبه لبيراميدز، يقدر يسجل اكتر من هدف ان شاء الله. طيب انتقلت في كلامك دلوقتي للكونفدراليه والزمالك، ازاي شفت المباراه؟ ونتكلم برضو عن مباراه المصري بكره. تمام، يعني الزمالك امبارح قدم مباراه سيئه بصراحه، مستوى ضعيف جدا، اللعيبه بتلعب كانها في تقسيمه، مفيش يعني رغبة كبيرة ان هو يسجل الشوط الاولاني طلع 0-0. نجح في الشوط الثاني بمهارة من زيزو ان هو يسجل هدف التقدم، وبعديها بخطأ ساذج من حارس المرمى والدفاع قدر ناصر ماهر ان هو يسجل الهدف الثاني، والزمالك تلقى هدف بشكل يعني يعني الزمالك لسه ما رجعش لحالته الطبيعية. هدف تقليدي جدا، كرة عرضية لاعب بدون رقابة في منطقة الجزاء بينجح ان هو يسجل هدف. فطبعا الزمالك في انتقادات كبيره للمستوى الحالي، ولكن زي ما قلت لك ان الزمالك ما نجحش ان هو يسجل صفقاته، فعشان كده لعب بتشكيله اضطراري. يعني شفنا عمر جابر اللي هو الباك رايد بيلعب ناحيه الشمال وهو اللي صنع الهدف الاولاني، شفنا ناحيه اليمين بنشوف ان عمر جابر مش موجود، انت بتلعب برضو بلعيبه مش في اماكنها، بتلعب بلعيبه مش على عدلتها، فعشان كده الزمالك لسه مستنيين ان هو نشوف. هل ده مؤشر لمباراه السوبر؟ خالص لان ليه حساباتها دي، ليه حساباتها. مباراه اهلي وزمالك مختلفه، هيبقى في صفقات يعني مش لاق على حسب ما احنا سامعين لسه. بص انا ما بقدرش اقيم اي لاعب من فيديوهاته السابقه، انا بقيمه مع نادي الزمالك. مش لاق، الناس بتتكلم ان هو لاعب قوي جدا وهيبقى وينج ليفت قوي جدا مع نادي الزمالك. عمر فرج واحد من المهاجمين الاقوياء جدا. طبعا بنتايج لو لعب او محمد حمدي ناحيه الشمال هيفرقوا، لان عمر جابر هيقدر يلعب ناحيه اليمين، فبالتالي هيبقى في توازن في خط الدفاع. فالزمالك في ماتش الاهلي المباراه اللي جايه هيبقى مختلف تماما عن المباريات اللي فاتت، وان شاء الله زي ما انت اتكلمت على النادي المصري بنتمنى له التوفيق. هو خسران من الهلال الليبي 3-2 في مباراه الذهاب، ان شاء الله يقدر مع رجاله النادي المصري يقدروا ان هم يحققوا الفوز، يكفيهم الفوز بهدف وحيد ان شاء الله لضمان التاهل لمرحله. كل التوفيق طبعا للفرق المصريه المشاركه في البطولات الافريقيه سواء في دوري ابطال او في الكونفدراليه. شكرا جزيلا للاستاذ محمد يحيى الناقد الرياضي ومساعد رئيس تحرير بجريده الوطن، شكرا لحضرتك. شكرا لي.